بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة رقم 15 اللي هي حنتكلم على موضوع مهم جدا 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 اللي هو الآن ديفيشنسي أنيميا، ولأنه مهم عملته تو بارتس. حنتكلم اليوم في البارت الأول حنتكلم على ديفينيشن للآن ديفيشنسي أنيميا، وحنتكلم على فاكتس حقائق، وحنتكلم على 9 حقائق رئيسية، ثم حنتكلم عن فانكشن اوف ايرن والكوزز اوف ايرن ديفيشنسي انيميا في محاضره اليوم ان شاء الله. تعالوا نعرف نشوف الديفينيشن، سهل جدا. في ديكريس في الايرن، ادى هذا الديكريس في الايرن الى ديكريس في الهيموجلوبين فورميشن، فادى الى ايرن ديفيشنسي انيميا. طيب تعالوا نتكلم الان على الفاكتس، وهي امر مهم جدا. اول فاكتس مهمه جدا انه 30% من سكان العالم يعانوا من الايرن ديفيشنسي، وهذه قضيه نسبة عالية جدا، وتتفاوت النسبة في دول تصل إلى 60%. على فكرة في دراسة عملت على اليمن تصل إلى 55-60% في الآيرن ديفيشنسي. الحقيقة الثانية وهي حقيقة مهمة جدا، إن الآيرن ديفيشنسي common and long lasting problem. تخيل، واكتشفت هذه عام 1852 ولا زالت مستمرة اليوم وبكرة وفي المستقبل وعلى طول. ليش؟ ليش هذه common ولونج لاستنج بروبلم؟ ليش؟ هنسأل أنفسنا سؤال، هل هي common ولونج لاستنج بروبلم لأنه إحنا عاوزين large requirement من الأيرن؟ خالص إطلاقا. إحنا تخيل وإحنا اللي احتياجنا من الحديد 10 ملي جرام في اليوم الواحد، واللي يمتص منهم كمان 1 إلى 2 ملي جرام، احتياجنا ضعيف جدا. وهذه حكمة من حكمة الله عز وجل، لأنه الحديد مصيبته إذا دخل جسم الإنسان ما يحصلوش إكسكريشن. سبحان الله، قد تكون حكمة الله إنه الكمية اللي نحتاجها قليلة جدا لهذا السبب. طيب نسأل أنفسنا سؤال، طيب هل المشكلة لأنها common long lasting problem إنه الحديد مش متوفر؟ الحديد لكم أن تتصوروا متوفر في كل شيء، متوفر في الجرين فيجيتابلز، متوفر في قضية البقوليات، متوفر في اللحم، متوفر في الكبدة، متوفر في البلح، متوفر في كل المكسرات، فهو متوفر بشكل كبير. إذا ليست مشكلة عملية توفر الحديد، إذا فين المشكلة؟ في مشكلة إلى حد ما ممكن نقبلها، احنا في قولوا في ديفكت في البايو افيلابيليتي، انه قضية طبعا يمتص الحديد في الديدنوم، لكن قضية انه يصل إلى الدم في مشاكل كبيرة، فبالتالي البايو افيلابيليتي في مشكلة كبيرة فيها. لكم أن تتصوروا مثلا الآن هذه سبانخ، السبانخ فيها حديد، لكن تخيلوا السبانخ فيها حديد وفيها مواد فيها بتعمل انهبيتورز لقضية امتصاص الحديد، وبالتالي بتؤثر على عقلية وصوله للدم. هذه واحدة من المشاكل، لكن بالحقيقة هي ليست المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية إنه الكرونيك بلاد لوس أكبر مشكلة، وحاعرف ليش الآن. أكبر مشكلة، وهذه أنا أعتقد أنها من الحقائق المهمة جدا، نقص الحديد هو السبب الرئيسي له إنه في كرونيك بلاد لوس. طيب إحنا عاوزين نعرف ليش الكرونيك بلاد لوس، طبعا هو المين كوز وهو الاساس، وعلى فكره خذوها قاعده، اي شخص مريض يجي بايرن ديفيشنسي انيميا لابد افتش هل عنده كرونيك بلاد لوس ولا لا. طيب الان تعالوا نعرف حقيقه مهمه جدا، ان التوتال بادي ايرن في جسمنا من 4 إلى 5 جرام. لكم ان تتصوروا 2 إلى 2.5 جرام داخلين في تركيب الهيموجلوبين، و1 إلى 1.5 جرام stored في الريتيكلو اندوثيليال سيستم، في الليبر، في السبلين، في البون مارو، في الكدني، ونصف المية مايوجلوبين أو سايتوكروم سي، والنص الباقي موجود في السكن وفي الهير وفي الجي اي تي مايكوزا. هذا تقسيم عملية التوتال بادي ايرن. طيب الآن السورس، لما نجي نقول من فين السورس حق الحديد، الحقيقة السادسة وهي حقيقة مهمة جدا، انه السورس اما ان يكون اندوجينس او اكسوجينس. احنا قبل شويه قلنا الهيموجلوبين عشان تكوينه عاوزين 2.5 جرام، بينما الاكسوجينس اللي هو جاي من خارج ما يمثلش تقريبا من 10 إلى 30 ملي جرام. فايش جاب لايش؟ يعني انت تتكلم على 10 ملي جرام بينما الاندوجينس من 2.5 جرام، شيء كبير جدا. وبالتالي نجي نقول هذا يؤكد ان السبب هو في الحقيقه هو السبب الرئيسي هو الكرونيك بلاد لوس. الآن لما تتكسر الـ RBCs يخرج عملية الحديد ويعاد تصنيعه، وهذه نقطة مهمة، يعاد تصنيعه ويدخل يكون RBCs جديدة.
هذه الان قدامكم اندوجينوس، الار بي سيز بتمشي توصل عمرها 120 يوم، تروح للسبرين تتكسر في السبرين، يخرج الحديد، الحديد اللي يخرج تجي عمليه الترانسفيرين، يروح ياخذ الحديد هذا اللي يخرج ويوديه البون مارو، والبون مارو يدخل في تركيب خليه جديده. فبالتالي قضيه الريسايكلينج فور فورميشن ار بي سيز هي الاساس، الريسايكلينج، وما تنسوش 2.5 جرام فهي الاساس في الموضوع. طيب الان لكم ان تتصوروا لو حصل عمليه بلاد لوس، ايش اللي هيحصل؟ انه خلاص حصل بلاد لوس، فبالتالي الحديد هيقل اللي متكسر، الحديد اللي هيتحمل على ترانسفيرين كمان هيقل، الحديد اللي في البون مارو كمان قل، فبالتالي هيؤدي الى عمليه انه قل الحديد، فبالتالي قل عمليه تكوين الار بي سيز، او تكوين الار بي سيز لم تستطيع ان تتكون بشكل صحيح لانه الحديد جزء اساسي. طبعا بالتاكيد منطق انه هذا اكيد، انه لما نقول كرونيك بلاد لوس معناها انترا فاسكولار هيموليسيس، لانه لو كانت اكسترا فاسكولار هيموليسيس حتمشي بالسبلين وحتروح حيخرج الحديد وحيروح عبر الترانسفيرين وحيوديه للبون مارو، فبالتاكيد هي انترا فاسكولار هيموليسيس. الاكسوجينس سورس زي ما قلنا يمثل 10 الى 20%، والاكسوجينس عباره عن هيم ايرن ونون هيم ايرن. الهيم ايرن اللي هو زي ما قلنا عمليه الليفر في الكبده وفي اللحم. النون هيم ايرن واحده منها مثل عمليه الفيجيتابلز والبقوليات. خلونا في قضيه الهيم ايرن اللي هو قلنا الميت والليفر. طبعا هذا موجود في صوره فرس، فبالتالي يحصل له ابزوربشن على طول لانه موجود في قضيه صوره الفرس. كيف يحصل له ابزوربشن؟ في جيت خاصه له، الجيت دي اسمها عمليه هيم ترانسبورتر، فيدخل عمليه الفرس، ودي نقول عليها سبيسيفيك جيت لقضيه الفرس، يدخل الفرس على طول الى الانتيروسايت، وبالتالي بعدها حنقول كيف يخرج الى البلط. طيب النقطة المهمة هنا باي ذا واي، يعني مهم جدا، المرأة الحامل نقول لا تأكل ليفر الكبدة، لا تأكل ليفر الكبدة بشكل مستمر، ودي نقطة مهمة جدا على الناس ينتبهوا لها. ليش؟ لأن الليفر فيها فيتامين إيه بشكل كبير، الفيتامين إيه ده بشكل كبير، والمرأة لو بتأكل كل يوم كبدة كل يوم كبدة ده ممكن يؤدي إلى congenital birth abnormalities، وبالتالي الكبدة أكل الكبدة بشكل مستمر ممنوع على المرأة الحامل. طيب تعالوا نشوف الاكسوجينس النون هيم اللي هو كمان يمثل زي ما قلنا 10 الى 20 ملي جرام. النون هيم كله بالفيجيتابلز كله موجود في صوره اللي هو الفرك اللي هو ان ابزوربل، ما يمتصش الطاقه، لابد يتحول الى فرس. فالان زي عمليه البقوليات زي الفول، ولذلك احنا ننصح الناس وهم ياكلوا فول يروحوا ياسروا عليه اللي هو الليمون، لان فيه فيتامين سي، الفيتامين سي حيحوله الى فرس ويمتص. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني انه تخيلوا الفول لو عصر عليه عملية ليمون حيتحول إلى فرس وبالتالي يمتص. طيب تعالوا نشوف النون هيم كيف يحصل امتصاصه. احنا اتفقنا انه فرك وما يمتص الفرك خالص، فلا بد أول يتحول إلى فرس. كيف يتحول إلى فرس؟ في معنى فيتامين سي زي ما قلنا قبل شوية، ومعنى الاتش سي ال. الفيتامين سي والاتش سي ال هيعملوا اكتيفيشن للريداكتيز، فبالتالي هيعمل ريدكشن للفرك يحول إلى فرس. لما يحولوا الى فرس هنا ما عاد يدخلش من الجيت الاول السبيسيفيك للفرس الطبيعي، لا، هنا حيدخل من جيت اخرى اسمها الدايفيلنت ميتال ترانسبورتر. لكن عيب هذه البوابه، عيبها ان كل عمليه كل الدايفيلنت يدخلوا منها، تخيلوا مغنيسيوم كالسيوم زنك كلهم يدخلوا منها، فبالتالي الجيتس دي مزحومه تماما، وهذه واحده من مشاكل قضيه امتصاص الحديد اللي هو موجود في صوره الفرق. طيب الان دخلوا كلهم الاثنين بعد ما دخلوا سواء من السبيسيفيك جيت او من عمليه اللي هي الميتال الدايفيلنت ميتال ترانسبورتر، دخلوا الان في لهم طريقين. الطريق الاول ده انه في الفركسيديز يروح يحول الفرس الى فرك، وبالتالي يجي عمليه بروتين ابو بروتينز يحيط به، وبالتالي يتحول عمليه الفرك ذا الى الفرتين. وإذا زاد الفرتين، وهذه سبحان من خلق، إذا زاد الفرتين على طول يقفل عملية البوابتين، خلاص معناها حديد، أنا مش عاوز حديد لأن في المخازن موجود بشكل كبير. هذا الطريق الأول. الطريقة الثانية إنه الفرس ده على طول يدخل عبر بوابة اسمها الفيروبورتين، فيدخل على طول ويروح للدم، وفي عملية مركب نسميه الهيفستين، هيفستين يحول الفرس كمان إلى فرك، وبالتالي يجي ترانسفيرين يأخذ عملية الفرك ويوديه البون مارو. النقطة المهمة هنا إذا زاد الأيرن في الدم، إنه
هيحصل عملية الليفر تطلع عملية هيبسيدين، الهيبسيدين يروح يقفل بوابة الفيروبورتين، فبالتالي ما عاد يجيش أي حديد. كمان نقطة مهمة جدا، لو حصل انفلاميشن، الانفلاميشن كمان هيروح يقفل، هيطلع هيبسيدين، هيقفل عملية الفيروبورتين. الحقيقة الثامنة وهي حقيقة مهمة جدا، إن الحديد not circulating free، ما يمشيش فري خالص. ليش؟ لأنه سمول ولأنه إرتم، فبالتالي لابد بروتين يشيله او اللي هو الترانسفيرين يروح يحمل الحديد ده ويوديه للبلمر، بمعنى ما في حديد خالص يمشي بالدم لوحده، لابد من عامل يحمله. النقطة الحقيقة التاسعة، انه الايرن ده ستور في الريتيكلو اندوثيليال سيستم، سبلين والليفر والكدني والبلمر. طيب الان حينسأل سؤال، كيف ستور وانت قلت قبل شوية انه اريتنت؟ طيب ما طالما انه اريتنت هيعمل اريتيشن في قضيه في الخلايا دي. سبحان من خلق، تيجي بروتين اللي هو ابو بروتين يحيط بعمليه بالحديد ده، وبالتالي لما يحيط به يحوله الى فيريتين، وبالتالي يحمي الخلايا من قضيه الحديد لانه محاط ببروتين، فده بنسميه عمليه الفيريتين. نقطة العاشرة، أنا قلت 9 حقائق، إذا هي 10 حقائق. العاشرة هي قضية إنه الحديد not excreted، ودي نقطة في منتهى الخطورة، ولذلك البيشنس اللي عندهم ثلاسيميا ويأخذوا عملية excessive blood transfusion، واحدة من المشاكل أو الكومبليكيشن اللي بتيجي بتنتج عندهم اللي هو قضية عملية الاير لود، لانه توكسيك الايرن، فبالتالي يزيد قضيه الايرن. هذه نقطه في منتهى الاهميه، ان الحديد سبحان من خلق الحديد لا يحصل له اكسكريتد، ودي نقطه مهمه جدا. طيب تعالوا نشوف الفانكشن اوف ايرن. واحده من القضايا اللي ناقشناها انه داخل في تقريب في تركيب الهيموجلوبين سينز 60%، ان الار بي سيز اللي تتكسر الهيموجلوبين اللي الحديد اللي يخرج منها يعاد تشغيله لبناء خلية حمراء جديدة أو كرية حمراء جديدة. النقطة الثانية أنه داخل في تركيب synthesis of myoglobin، فبالتالي المصل، ولذلك لما يقل الحديد الشخص ده يشعر عنده فتيق وعنده مايلجيا. ليش؟ لأن الحديد قل. الفانكشن الثالثة أنه كمان يدخل في عملية النيرو ترانسميترز of brain، وبالتالي يؤثر خاصة على الأطفال طبعا وعلى الكبار، لكن الأطفال بشكل أكبر على الكوجنيشن، على الإدراك، فبالتالي قضية مهارة الانتباه تقل، الإدراك يقل، وهذه نقطة مهمة. ساعات احنا ممكن نحكم على أطفال في المدارس صغار عندهم غباء، وهو في الحقيقة عنده نقص في قضية الحديد، لأنها تؤثر على عملية الكوجنيشن وعملية الإدراك. الوظيفة الرابعة للحديد انه enhancing immune system، هو بفعل immune system كإنيت، كمناعة فطرية وكمناعة مكتسبة. المناعة الفطرية هو بيعمل عملية تحفيز للفاجوسيتوزيس، والأكوارد أو specific immunity هو بيعمل activation للتي سيل والبي سيل، ويعمل كمان proliferation، يساعد في قضية البروليفريشن للتي والبي سيلز، فبالتأكيد هو بيعمل enhancing للإميون function. الفانكشن الخامسة مهم جدا الحديد في قضية للهيلثي سكين وللهير وللجي اي تي مايكوزا، مهم جدا، وذلك واحدة من الأشياء الناس اللي عندهم نقص حديد شعرهم بشعر حقهم عملية تتساقط. طيب ما هي الكوز اوف ايرن ديفيشنسي انيميا؟ صحيح كتب علمية تكتب انه في ديمينش في الانتيك، لكن هذه ليست منطقية خالص اطلاقا، ما يمكنش نحن بالعقل ان احنا نقول او بالمنطق ان احنا نقول انه شخص انه نتيجة انه الديمينش انتيك انه يحصل عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، ليست منطقية اطلاقا، لانه نسبة الحديد قليلة جدا. لكن الكوز الحقيقي حقيقة، واحد من الأشياء اللي مهمة اللي في مال أبزوربشن، الشخص ده عنده سيليك ديزيز، عنده كرونز ديزيز، ده حيأدي إنه ما يحصلش امتصاص، هذه صحيح معتبرة. لكن النقطة المهمة جدا واللي أركز عليها باستمرار، إنه عملية الكرونيك بلاد لوس هو الأساس وهو المين كوز، وبالتالي لو جاء مريض عندك لابد تبحث هل عنده عملية كرونيك بلاد لوس ولا لا. طبعا واحده من امثله الكرونيك بلاد لوس ان عنده الهوك ورم اللي هي الانكروستوما. تخيلوا لكم ان تتصوروا الانكروستوما في الدوده الواحده في اليوم الواحد تمص نص ملي دم، فلو كان عنده 6 دودات كم حتاخذ بلد في اليوم؟ فقضيه البلاد لوس واحده منها قضيه الانكروستوما او الهوك ورم. طبعا بالتاكيد دي في البلد حتزود الايزينوفيليا، واحده من المؤشرات وحنتكلم عليها يعني كولكتيف فيما بعد، انه حتزيد الايزينوفيليا في الدم دي دلاله في باراسايت انفكشن. طبعا ممكن نعمل ستول اناليسيس عشان نشوف هل عنده انكلوستوما ولا ما عندوش.
واحدة من الأشياء المهمة وتغيب على كثير من الناس اللي مراجع، يعني البنت لما تبدأ عندها الدورة ساعات تكون الدورة الشهرية هيفي منسترول سايكل، يعني البليدنج بيصل إلى 80 ملي وهي مسكينة مش عارفة، ويحصل عندها ديفشنسي أنيميا سواء حتى طالت الفترة أو زادت كمية الدم، واحد حيؤدي من قضية أو واحدة من كوز الآيرون ديفشنسي أنيميا، وهي عملية مثال للكرونيك بلاد لوس. ان جنرال الكرونيك بلاد لوس يمكن يحصل هيموبتيسيس، يحصل عمليه اسوفاجال فارييسيس، يحصل عمليه بيبتيك السر، يحصل كولون كانسر. واحده من الاشياء اللي تغيب عن الناس، تخيل عنده اي ديفشنسي انيميا وعنده كولون كانسر، في السرتيف كولايتس ممكن تؤدي البايلز بس اللي هي البواسير زي ما قلنا الهوك وورم او الانكلستوما البلهارسيا المنوراجيا بالنسبه للفيميل. كنت معكم فيما مضى في الديفينيشن الان ديفيشنسي انيميا، الفاكتس هم 10 طلعوا، والفانكشن اوف ايرن والكوز اوف ايرن ديفيشنسي انيميا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.